بمناسبة أعياد الميلاد المجيد لإخواننا وأخواتنا مسيحي العراق، أتمنى لكم كل عام وأنتم وعوائلكم الكريمة بألف خير، تعودون للوطن معززين مقدرين، أنتم أصل العراق، وإن شاء الله ينعاد عليكم وعلى عوائلكم الكريمة بالصحة والسلامة يوم اللي يتحرر عراقنا من هذه الميليشيات والقاذورات اللي التمت من 2003 لحد يومنا هذا، ودعس كل عميل طرد أبناء البلد خارج العراق، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا أصل العراق. تحياتي للجميع وكل عام وأنتم ألف خير.